هنخلص من المظلومية. يعني في مصر خلاص سلمنا أمرنا لله خلاص، وما بقناش نرد. 44 دوري منهم 46 دوري مش حلال، 650 سوبر منهم 630 مش حلال، بطولات افريقيا اصل مش عارف ايه، نادي القرن اصل مش عارف مين جاب لك ايه، نادي مش عارف مين وهكذا، شغالين بالقصه والحدوته دي. طب لما بتيجي جهه محايده، لا فيها مصطفى مراد فهمي المره دي، ولا فيها عليه رحمه الله عمرو مراد فهمي، ولا فيها اي حاجه، ولا متسب ده ابن خالد حد، ولا اصل بنرجع لايام عيسى حياته، ولا هنا بريده يقدر يتدخل في امر زي ده. وفي النهايه هل المطلوب مني يا اسامه ان انا اصلح من اخطائي واقف مع نفسي واشوف اخطائي ايه اللي وصلني ان انا تتتالى عليا العقوبات، ولا قصه المظلوميه دي هتفضل هي الشعار السائد وبالتالي لا امل في الاصلاح؟ بص يا كابتن، على مدار الحلقتين اللي فاتوا كلمت حضرتك في حاجتين. الحاجة الأولى هي فكرة الراحة النفسية للتعايش مع الإخفاق، ميكانيزم دفاعي للتعايش مع الإخفاق. والنقطة الثانية اللي اتكلمت فيها سياسة الطفل المدلل، اللي لما بتروح لشخص آخر يبدأ يعاقب تستشعر إن في ظلم واقع عليه. الحالتين دول متمثلتين فيما بعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي والأهلي والزمالك في السوبر المحلي. وقلت لحضرتك إن الحل الوحيد هو فكرة تطبيق اللوائح والقوانين. انا عندي لوائح وانا عندي مواد ولكن غير مفعله. ليه؟ لان انا بخشى اخد القرارات دي بمنتهى الوضوح. ده صحيح. انا عندي في نهائي كاس مصر في السعوديه 8 مارس شيكابالا ودونجا بيشاوروا اشارات، النهارده شيكابالا بيتوقف 3 مباريات عشان حرض زملائه على الانسحاب 6 دقائق. البعض قال لك ده في نادي جزائري لما انسحب خد 40,000 دولار. حضرتك اصلا انت في مسابقتك المحليه لما انسحبت من السوبر قبل ما تلعب او تسافر المباراه اتحرمت سنه واحده فقط لا غير. لو كنت رحت لعبت وانسحبت كنت هتحرم سنتين، لان انت بالتالي هنا وجودك في المباراه افسد صوره المفترض بتعبر عن البطولات سواء محليه او افريقيه. فده سبب ان العقوبه كبيره، والعقوبه جات لك كبيره ليه؟ لان كان في عقوبه قبل كده. صحيح. ب 200,000 دولار. فالقصة باختصار شديد يا كابتن ان مفيش لوائح وقوانين بتطبق خلت الناس تروح لفكرة. لا، انت فهمتني غلط. انا بقول لك انا النهارده دايما الاخطاء متكررة ودايما التبريرات هي هي. انا امتى يعني امتى هقول يا جماعة انا غلطت؟ عشان كده قلت الفارس ده ما حدش شاف كهربا والنادي هو اللي اعلن. ما هو مش هيروح يا كابتن. ما هو ليه هيروح؟ ما انا بقول ده لحضرتك، ده لانه ما بيحققش الانجازات. احنا ليه بنروح؟ لان انا عايز احقق انجازات، مش عايز افضل قاعد، مش عايز افضل واقف مكاني، مش عايز ادور على مبررات لا الجهاز الفني ولا لعيبتي ولا الجماهيري. انا عاوز اقول ان احنا هنا اخطانا كلنا يا كابتن. طلعنا قلنا السوبر الافريقي الاهلي لم يقدم المستوى اللي يفوز اللي يستحق بيه الفوز بالبطوله. ده صحيح. السوبر المحلي، هل اي بني ادم متابع كره قدم في العالم لو شاف المباراه دي مش هيقر باحقيه النادي الاهلي؟ ده صحيح. اللي بيحصل ايه بقى يا كابتن؟ اللي بيحصل الجول اصلا اللي اتلغى للزمالك جول. ده اللي بيتقال وبيتم التاكيد عليه، ده جول 100%. يا جماعه نجيب الصوره. ما هيقصوا ده كله، بقول لك بص اسامه جول الزمالك اللي اتلغى جول. قال كده كمل. فتلاقيه مقتنع تماما ان الجول جول وان في مشكله. برغم يا كابتن بقى عندنا حاله النهارده، لان النقطه دي مهمه جدا ايضا في التحكيم. انا عندي حاله النهارده بتوضح قد ايه احنا كان بيترمنا جمل بعد مباراه الزمالك وبيراميدز ملهاش اي اساس من الصحه ولا الواقع. لما حضرتك سالتني قلت لك انا لا اقدر اجزم ان الكره دي جول ولا مش جول. قلت ايه؟ يسوق لي القرار. النهارده الدوري الانجليزي مباراه ارسنال وليفربول تسويق القرار على اعلى مستوى، تقريبا 3 دقائق في اتخاذ قرار في لقطه مشابهه في هدف ارسنال الثاني. بالظبط. واللقطه تتعمل زوم وتيجي تطلع للجماهير لان الجمهور ده عنصر من عناصر اللعبه. هل ده حصل في ماتش الزمالك وبيراميدز؟ لا. وفضلوا يقولوا ان الكره جول مستحق وتسلل على يوسف بام. لما جت لسيف الجزيري، والله يا كابتن الكره دي تسلل مرتين. صحيح. مره على سيف الجزيري والمره الثانيه على المسلوسي اللي كان متداخل في قلب المرمى، ومع ذلك مقتنعين وهيفضلوا يقولوا. ما احنا اتفقنا من البدايه انه هذا الامر لا مش هيتغير يا كابتن.